حسن صار اليوم أقوى من امبارح، والحرفة اللي بإيده تحولت لمصدر رزق إله ولعائلته. وإعاقته تحولت لحافز، وصار ما في إشي بوقفه، وحلمه كل يوم عن يوم بيكبر وبيزيد. ها هو حسن أبو صيام يمضي في طريقه نحو مستقبل أفضل، وما بدأناه سويا في الأمس يجني ثماره اليوم. أمنية للعطاء ننتمي.